السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات لنتابعها. الانتخابات المحلية، إجراءات الميدان وإعادة ترتيب أوراق التحالفات مع بدء العد التنازلي للاستحقاق. إسرائيل تتآكل من الداخل، مظاهرات واحتجاجات رفضا لخطط الإصلاح القضائي. حياكم الله مع توالي المؤشرات السياسية والفنية عن استعدادات تامة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المتفق عليه، استعدادات فنية متكاملة بحسب الرسائل الصادرة من الجهة المعنية بتنظيم هذه العملية الانتخابية، وتقابلها مؤشرات سياسية عن ترتيب الكتل أوراقها الانتخابية في الصدارة، منها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي أزاح الستار عن تحالفه الجديد بعنوان تصحيح برئاسة الشيخ الدكتور همام حمودي، ويضم عدد من الأحزاب والقوى الوطنية والتي تحظى بثقة الشعب العراقي. هذه الجهود قربت من فرص الذهاب سويا نحو الاستحقاق المتأخر منذ عقد من الزمن. انتخابات الخريف تؤكد الإجراء قطع ضبابية الأجواء الملبدة في الساحة السياسية، وكل معطيات الساحة تؤكد أن الأمر مسألة وقت ليس إلا. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصادنا لهذه الليلة، فأن الكيان الإسرائيلي في أوهن صوره بعد اشتداد مؤشرات التآكل الداخلي والانقسام عقب تجدد دعوات الحكومة لقرب تطبيق خطة التعديلات القضائية، فالأمر مرشح للوصول إلى حرب أهلية وتداعيات أمنية خطيرة. يتزامن هذا مع حرب الجبهات المختلفة اللي تطورت فيها تل أبيب، فهي أمام منعطف استراتيجي خاصة مع تعاظم قدرات المقاومة وتفكك النسيج الاجتماعي، وهذا ما يرفع من احتمالية تفجر الأوضاع والوصول لحدود الحرب الأهلية والكيان أمام مفترق طرق، أما أزمة تاريخية أو لحظة دستورية حاسمة. مشاهدي الأحبة، نفتح محاور الحديث لهذين الملفين مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم في الأستوديو الدكتور عمار البهادلي، الخبير في شؤون الانتخابات. حياك الله دكتور ضيفا كريما، وأبارك لحضرتك حصولك على شهادة الدكتوراه مؤخرا، ونعتز بهذا أو هذه المرتبة العلمية لجنابك. أسأل حضرتك عن الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل من هذا العام، وأيضا لدينا قانون الانتخابات المعدل ووضعت جداول عملياتية وفق توقيتات زمنية، هل نحن على أعتاب هذا الانتخاب أم أن هنالك بعض المعوقات لا زالت تلوح في الأفق؟ نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ أحمد، وجزيل الشكر على هذه التوطئة أو هذه المقدمة الجميلة. يعني حقيقة اليوم إذا ما قرأنا الجو السياسي والقانوني أو المستلزمات القانونية للعملية الانتخابية لمجالس المحافظات، هنالك أولا شهية سياسية للأحزاب والإرادة السياسية بشكل عام بالذهاب إلى إجراء هذا الاستحقاق الدستوري في موعده المقرر، باعتبار أنه يعني كان هنالك اتفاق ما بين رئيس مجلس الوزراء وكذلك مفوضية الانتخابات على إجراء هذه الانتخابات في 18 كانون الأول من هذا العام، والمستلزمات القانونية هي مستكملة بالتمام، خصوصا بعد أن أقر قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023، ولا زالت المفوضية تعمل على قدم وساق بصدد إصدار الأنظمة، خصوصا نظام رقم 7 لسنة 2023 اللي هو النظام الخاص بتسجيل
ومصادقة الأحزاب السياسية والكيانات والتحالفات وحتى ما يتعلق بالكيانات الفردية. فبالتالي اليوم إذا ما قرأنا معطيات الساحة سواء كانت السياسية أو حتى المستلزمات القانونية وبما في ذلك الاستعدادات الاقتصادية، بمعنى هل هنالك تخصيص موازنة لهذه الانتخابات؟ نعم، كان هنالك 300 مليار دينار عراقي خصصت لهذه الانتخابات. فبالتالي اليوم أعتقد كل الظروف هي مؤاتية لإنجاز هذه الانتخابات. اليوم المفوضية هي تعمل على قدم وساق، خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الفنية واللوجستية، ما يتعلق بأولا تهيئة المخازن، وكذلك ما يتعلق بافتتاح مراكز التسجيل وتحديث البطاقات البيومترية، وكذلك تحديث ما يتعلق بالمستلزمات أو الأوعية البيومترية. هذه الإجراءات التي تقوم بها المفوضية هي تعزز وتدلل على أنه الإرادة سواء كانت السياسية أو حتى الإرادة من الجهات القائمة على العملية الانتخابية والمتمثلة بالإدارة الانتخابية ومجلس المفوضين، اليوم هنالك يعني تضامن وتكامل في الجهود المبذولة من أجل الذهاب نحو هذا الاستحقاق الدستوري. لكن حقيقة ربما هنالك بعض المعوقات القانونية باعتبار أنه عمر مجلس المفوضين أو المفوضية لهذه المرحلة هو ينتهي في 7 كانون الثاني، وبالتالي هذا اصطدام بعقبة قانونية. هنالك من يذهب إلى أنه لا بد من أما إعادة التصويت لمجلس المفوضين داخل قبة البرلمان أو الذهاب إلى اختيار أعضاء جدد من القضاة 9 والتصويت عليهم داخل مجلس النواب، وذلك وفقا ل يعني قانون رقم 31 لسنة 2019 وهو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. لكن حقيقة هذه الإشكالية القانونية هي يمكن القفز عليها فيما إذا كانت هنالك إرادة سياسية، وأنا أجزم أن هذه الإرادة السياسية هي متوفرة وماضية باتجاه انعقاد هذه الانتخابات باعتبارها هي ركن أساسي من أركان الدستور أولا، وكذلك ركن أساسي من أركان استكمال الاستحقاقات الديمقراطية باعتبار أنه التوجه للعراق بعد عام 2003 هو التوجه يعني اتحادي، إقامة أركان أو تأسيس أركان الدولة الاتحادية الفيدرالية، واليوم مجالس المحافظات هي استكمال لهذا الركن أو تعزيز لهذا الركن حتى ينبثق من داخل هذه المجالس محافظات محافظين، وبالتالي هي أشبه بعملية ولادة سلطات تشريعية محلية وكذلك حكومات تنفيذية داخل هذه المحافظات. بالمقابل أيضا عندنا معطيات دكتور عمار، يعني هنالك تسجيل تحالفات جديدة، تحديث سجلات الناخبين تفضلت بها لغاية الآن، هل تبعث بمؤشر إيجابي حول الرغبة الجماهيرية في المشاركة بالانتخابات المقبلة؟ يعني اليوم هنالك تعاضد في الجهود سواء كان من قبل المفوضية أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني في رفع التوعية الانتخابية لدى الناخب من أجل إعطاء رسائل بأهمية هذه الانتخابات، لأنه البعض ربما يعتبر أنه هذه الانتخابات هي تقل أهمية عن الانتخابات التشريعية، لكن حقيقة اليوم أهمية هذه الانتخابات هي توازي انتخابات البرلمان أو السلطة التشريعية باعتبار أنه الحكومات المحلية هي أكثر تماس وأكثر قرب من الناخب، وخصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات والبنى التحتية، وهي كذلك هي من توصل رسائل احتياجات ومتطلبات يعني الناخبين في هذه المحافظات إلى الحكومة الاتحادية. لذلك اليوم يجب أن يكون الناخب على وعي عالي ودراية عالية بأهمية هذه الانتخابات، ويجب أن يسارع بالوصول إلى أقرب مراكز التسجيل من أجل تحديث البطاقات البيومترية، وكذلك من أجل استلام البطاقات البيومترية خصوصا اللي لا زالت عندهم البطاقات القصيرة الأمد، لأنه اليوم هذا القانون الانتخابي لا يسمح للأشخاص الحاصلين على البطاقات القصيرة الأمد بالتصويت أو الاقتراع في يوم الاقتراع العام، وحتى فيما يتعلق بالاقتراع الخاص باعتبار احنا راح نكون امام اقتراعين، هو اقتراع عام واقتراع خاص. جهود المفوضية حقيقة
يشار لها أو يشاد بها باعتبار أنها بدأت تنزل بفرق ميدانية وبدأت تفتتح أو افتتحت أصلا من بداية تموز مراكز التسجيل، وهنالك أكثر من 900 مركز تسجيل في 15 دائرة انتخابية، باعتبار أنه عدد الدوائر الانتخابية في عموم العراق 15 دائرة انتخابية عدا أقليم كردستان، لأنه القانون نص على عدم يعني دخول المحافظات الثلاث في إقليم كردستان بهذه انتخابات مجالس المحافظات. وهنالك أيضا فرق جوالة ميدانية خصوصا ما يتعلق بالمناطق التي فيها مخيمات للنازحين، وفي القصبات البعيدة أو المدن والعفن في الأقضية والقصبات البعيدة من أجل الوصول إلى أبعد نقطة التي يمكن أن يتم فيها تحديث بيانات الناخبين. لذلك حقيقة اليوم الجهود التي تبذل من قبل الدولة بشكل عام والمؤسسات المعنية وخصوصا الإدارة الانتخابية هي جهود عالية، وتحاول إنجاح ورفع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات. يبقى الموضوع هو حقيقة هذا هاجس سواء كان الشارع أو حتى الحكومة. الشارع شلون تنفتح شهيته دكتور عمار؟ بمعنى أنه يعني مؤشرات الدخول لغاية الآن لم تميل الكفة لدخول المرشحين منفردين أم في تحالفات طويلة. وكذلك أسأل حضرتك، هل راح تلجأ الأحزاب الصغيرة والكتل الناشئة إلى الالتئام مع بعضها البعض حتى لا تتشتت الأصوات؟ وإحنا نتحدث عن سانت ليغو 1.7، يعني مو مثل ما كانت انتخابات مجلس النواب بالقانون الذي أقر لهذه الانتخابات السابقة. يعني في الشق الأول من سؤال حضرتك حول شهية الناخبين والمشاركة الواسعة، هذا الموضوع أنا باعتقادي معطيات الساحة السياسية خصوصا ما يتعلق بالإنجازات الأخيرة لحكومة السيد السوداني فيما يتعلق ب يعني الخدمات والبنى التحتية وخصوصا ما يتعلق بالاتفاق الأخير بالطاقة الكهربائية والمقايضة أو التبادل ما بين النفط الأسود والغاز مع الجانب الإيراني، أعتقد مثل هذه العوامل هي تعزز المشاركة الانتخابية باعتبار أنه لحد فترة ما كان هنالك انعدام الثقة ما بين، أو هذه المعادلة نسميها فجوة جاب ما بين المواطن العراقي ومجمل الطبقة السياسية التي حقيقة لطالما ربما أخفقت في تقديم إنجاز واضح للمواطن سواء على مستوى البنى التحتية أو الخدمات أو حتى على مستوى الطاقة وموضوع شح المياه. لكن اليوم هذه الإنجازات الملموسة والمستمرة ربما تدفع بالناخبين إلى إعادة التصورات، وبالتالي هي تدفع إلى رفع نسبة المشاركة. أما ما يتعلق بالشق الآخر من سؤال حضرتك أستاذ أحمد، وخصوصا ما يتعلق بنظام التمثيل النسبي وآلية التحالفات ونسميها الاندماج الحزبي، يعني بداية هذا النظام الانتخابي يشجع على التحالفات، وهو حقيقة يعني يعطي نسب متوازية مع الاستحقاقات التصويتية. بمعنى آخر الحزب اللي يحصل على نسبة أصوات معينة يحصل بالمقابل بنفس هذه النسبة على مقاعد داخل مجالس المحافظات. لكن حقيقة خليني أشير إلى جزئية، إنه هذا القانون هو لا يدعم بشكل كبير أو تنخفض فيه حضور المرشحين المستقلين، لذلك راح نشوف أغلب المرشحين اللي عندهم اليوم كفرد كيان فرد مستقل اللي عنده نية يرشح للانتخابات راح يدخل ويا أحزاب سياسية باعتبار أنه حضوره واحدة راح تكون ضئيلة. والسبب الثاني أنه الانتخاب على مستوى الدائرة الواحدة أي بغداد دائرة واحدة، هذا راح يكون فيه عبء مالي وعبء أيضا ربما نسمي إنجاز التعبير بدني، لأنه اليوم بغداد هي أولا مزدحمة ومكتظة بحدود 10 مليون ناخب داخل بغداد. هسه هذا إحنا ناخذ بغداد كمثال. فبالتالي المرشح حتى يغطي كل هاي 10 مليون ومختلف الأقضية والنواحي والقصبات وأطراف بغداد، هذا يحتاج إلى ماكينة انتخابية ضخمة، ويحتاج إلى جهود ميدانية وجسمانية، ويحتاج إلى تكلفة مالية ضخمة جدا. فبالتالي أعتقد الخيار الأفضل، لكن أنا حقيقة لا أنفي أنه
ممكن الترشيح بصفتك يعني الفردي. هذا الخيار هو يعني أتاحه القانون، قانون رقم 4 لسنة 2023، لكن ربما تتصاعد فرص هذا المرشح المستقل الذي ينضم مع حزب سياسي وفي هذه العملية الانتخابية، وحتى وإن كان مع تحالف سياسي تتصاعد حظوظ هذا المرشح باعتبار أن هنالك ماكينة حزبية ستغطي كل هذه العمليات، خصوصا ما يتعلق بالدعاية والإعلان وكذلك الوصول إلى مختلف الشرائح من الناخبين وما يتعلق بالندوات والتماس المباشر مع الناخبين. إذن فهي عملية حقيقة يعني أنا أسميها يعني سلاح ذو حدين. الحد الأول هو أنه الناخب المستقل ربما الوجوه الإيجابية خصوصا عند بعض المواطنين اللي ما يرغبون بالأحزاب السياسية يقول لك هذا كيان مرشح فرد مستقل وعندنا التماس مباشر أو تماس مباشر مع هذا الشخص، وهو ربما يشكل وجاهة اجتماعية أو أكاديمية أو من ذوي يعني متمكن ماديا، فبالتالي هذه تعزز من حظوظه داخل ربما دائرته على المستوى الدائرة الصغيرة، وإن كانت يعني انعدام الدوائر الصغيرة في هذا القانون الانتخابي. أنا أتحدث اليوم القانون الانتخابي يشتغل بالدوائر المتوسطة طبعا. طيب دكتور، يعني هذه الرؤية خلينا شلون الكتل السياسية راح تستثمرها. وبهذه الأثناء اسمح لي أن أرحب بالأستاذ نزار السلطان، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. حياك الله أستاذ نزار. يتحدث الدكتور عمار البهادلي عن هذه الخارطة الانتخابية، وهنا أسأل حضرتك عن ما أعلنه المجلس الأعلى الإسلامي اليوم عن خوض انتخابات مجالس المحافظات بتحالف نصحح فيما نفى الائتلاف مع آخر. يا ريت توضح لنا هذه الجزئيات إذا أمكن. شكرا جزيلا لك ولضيفك ولمشاهديك. حقيقة يعني النزول بانتخابات بقانون سانت ليجا 1.7 تحتم على القوى السياسية أن تحظى أو تضع تحت أجنحتها أكبر عدد ممكن من التجمعات السياسية، سواء الناشطة الناشئة المتوسطة، باعتبار هذا القانون لا يسمح يعني أو حظوظ القوى الصغيرة والمستقلة أو الفردية تكون ضعيفة جدا. وهذه واحدة من الإشكالات اللي احنا جربناها في اكثر من انتخابات. انتخابات 2013 سانت ليجا 1.4 سبب لنا تشتت يعني كبير في صناعه القرار في داخل مجلس محافظه بغداد. تحدث عن بغداد باعتبار انا واكبت الدوره الاولى والثانيه والثالثه. الدوره الثالثه كان هناك تشظي كبير، صناعه القرار داخل المجلس كانت معقده جدا، مو بس بغداد، في اغلب المحافظات، نتيجه صعود افراد مع احترامنا لشخوصهم، لكن الأفراد غالبا لا توجد لديهم مرجعية سياسية توجههم باتجاه محدد أو تسهل عملية التحالفات لتشكيل الحكومات المحلية. هذه القضية انعكاساتها على العملية السياسية. أنا أعتقد دائما إحنا المواطن يشكو من كثرة الأحزاب ونشوها بشكل مستمر، والأعداد تعرفون جنابكم يعني بالمئات صارت، وهي قضية أنا أعتقد غير صحية في بلد نظام برلماني ناشئ بالديمقراطية وبالنتيجة بحاجة ماسة إلى تقليص هذا العدد. هذا العدد لا يقلص إلا بقانون انتخابي. سانت ليجا 1.7 راح يسحب الأمور بشكل متوسط، ما أقول بشكل يعني قاسي. نتأمل بالمستقبل أن نذهب إلى سانت ليجا 1.9. هذه العملية عملية ضغط الأحزاب تؤثر حتى في أيديولوجية الأحزاب نفسها. اليوم أي كيان سياسي يسعى لجمع أكبر عدد من الأصوات، وبالنتيجة اليوم نشوف ذهبت أغلب الأحزاب خرجت من عباءة التمثيل الطائفي أو التمثيل القومي، وبدت الأحزاب تضع تحت أجنحتها من كل المكونات كأننا نصطف على المسطرة الوطنية مغادرين المسطرة الإثنية والطائفية والقومية. وهذه يعني حالة إيجابية في تطور العملية السياسية، ونتأمل المزيد باعتبار الوضع البلد ما يتحمل هذا العدد وهالكم الهائل من الأحزاب. طيب. اللي عقد المشهد السياسي داخل قبة البرلمان أو داخل مجالس المحافظات في عموم البلاد. طيب الأحزاب والقوى والرموز الوطنية اللي تحظى بثقة الشعب ويضمها تحالف نصحح يعني، وهنا
كان أيضا حديث عن يتداول عن دخول شيخ حمودي مع تحالف آخر، ولكن أصبح هنالك نفي في هذه الجزئية. كيف تنظر إلى الأمر أستاذ نزار؟ أنا أعتقد أن المجلس الأعلى بتاريخ العريق وبشخصياته المحترمة وبسلوكه على مر عقدين من الزمان واشتراكنا في العملية السياسية منذ 2005 بشكل رسمي، أنا أعتقد كفيل بأن يحظى هذا الكيان السياسي باستحقاق السياسي بالمرحلة القادمة، ومع احترامنا لكل الرموز والشخصيات السياسية الأخرى التي ارتأت البعض منها الدخول برمزية واحدة أو بكيان واحد أو ائتلفت مع قوى أخرى. أعتقد نوعية التحالف اليوم اللي شكل المجلس الأعلى تحت عنوان نصحح، أنا أعتقد نوعية ممتازة بالساحة باعتبار نوعية مدنية بالكامل تخلو من الأجنحة الأخرى، وهذه يعني تطور أنا أعتقد إيجابي باتجاه إطلاق رسالة للجمهور وللشعب العراقي أنه نحن نغادر يعني الأجنحة خلينا نسميها اللي قريبة من الأذرع العسكرية، وبالنتيجة هذا الموضوع أنا أعتقد تصرف يعني حكيم وتصرف إيجابي لقيادة المجلس الأعلى مع احترامنا لكل القوى السياسية سواء المدعومة من يعني أذرع أمنية أو مدنية. بالنتيجة أنا أعتقد واحدة من الإشكالات اللي احنا نطرحها أنا شخصيا ولعله قيادة المجلس الأعلى أيضا نزول بعض القوى الحشدية سبع بمسميات طيب. إلى الساحة السياسية، هذا سبب إرباك إنه سبب إرباك بالعملية السياسية. نتمنى طيب أن تصحح هذه المسارات ونعتمد المسار المدني بقيادة البلد سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى البرلمان. طيب هذا المسار المدني دكتور عمار والانتخابات الآمنة، بالتالي هناك شرائط يجب أن تتحقق من خلال البيئة الآمنة والأرضية المثلى لإقامة هذه الانتخابات، وأيضا هناك مؤشرات بأن أخطر ما يواجه هذه الانتخابات هو المال السياسي، استخدام موارد الدولة، الوعود النرجسية، كل هذا الموضوع. نتحدث هنا عن جزئية الدعاية الانتخابية، كيف تنظر إليها؟ نعم، اليوم هموم الشارع العراقي والأحزاب السياسية وربما النظام السياسي بالمجمل هو الوصول إلى مخرجات سليمة وشفافة وتبعث على بطمأنينة للمواطن العراقي أن تكون نتائج صحيحة ويعني متطابقة سواء كان بالعد الإلكتروني، الفرز الإلكتروني والعد اليدوي. وبالتالي هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى أولا تطبيق القوانين. اليوم العملية الانتخابية هي مؤطرة بالكامل بالقوانين. إذا ما تحدثنا عن المال السياسي، هنالك قانون رقم 36 لسنة 2015 هو قانون الأحزاب السياسية، يتحدث عن تمويل الحملات والدعاية الانتخابية. فبالتالي اليوم حقيقة ستكون المفوضية هي كأنما صمام أمان في هذه العملية وفي مراقبة الأحزاب السياسية، خصوصا الأموال التي تتأتى من الخارج وسلامة وشفافية هذه الأموال. وكذلك إذا ما تحدثنا عن موضوع ربما التهديد والوعيد والعملية الأمنية الانتخابية، اليوم هنالك لا زالت اجتماعات جارية على قدم وساق مع اللجان الأمنية المختصة بتوفير بيئة انتخابية آمنة، ابتداء من عملية تسجيل الناخبين وابتداء من عملية تحديث سجلات الناخبين وصولا إلى مرحلة إعلان النتائج والمصادقة على النتائج. فبالتالي هذه البيئة هي حقيقة هي عملية تكاملية تضامنية، باعتبار أنه اليوم كل السلطات مختصة بتوفير هذه المستلزمات الأمنية سواء كان السلطة التشريعية أو حتى التنفيذية بالدرجة الأولى بما في ذلك السلطة القضائية، وأتحدث أيضا عن الهيئات المستقلة
والمتمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذه الأجواء هي تبعث على الطمأنينة والارتياح وتدفع إلى رفع نسبة المشاركة. اليوم العراق حقيقة يعني ينعم ببحبوحة استقرار سياسي وأمني واجتماعي، لا بل حتى ربما فيه نوع من الانفتاح الاقتصادي، باعتبار أنه اليوم هذه التعيينات وموضوع دعم الشرائح الاجتماعية المتعففة، هذه الأجواء هي كفيلة برفع نسبة المشاركة. لكن في قراءتنا اليوم لمديات هذه النسب المشاركة، أولا نعتبر أنه نسب المشاركة هي حقيقة تعتمد على اللحظة الأخيرة أو ما يعرف بيوم الصمت الانتخابي، فبالتالي لا زال الوقت مبكرا لإعطاء مخرجات أو التكهن بنسب المشاركة. وحتى فيما يتعلق، خليني أرجع شوية أستاذ أحمد، بطريقة الاندماج الحزبي أو السياسي اللي تفضلت بالسؤال به، أعتقد أيضا الوقت مبكر للاستشراف بطريقة هذه التحالفات والاندماجات الحزبية، باعتبار أنه لا زالت أبواب المفوضية مفتوحة للتقديم. ولكن كانت بوادرها الكثير من الأحزاب كونت ائتلافات. لكن أنا أبشرك لحد هذه اللحظة أصبحت عندنا اليوم 15 كيان سياسي دخل جديد للعملية السياسية. إحنا لحد عام 2015 عندنا 269 بين حزب وتحالف، وبهذه اللحظات أربع تحالفات جديدة دخلت إلى هذه الانتخابات، وهنالك أيضا كيانات فردية مستقلة أيضا ستخوض هذه الانتخابات، فبالتالي اليوم الكيان الفردي المستقل هو أيضا دخل وانخرط في هذه العملية الانتخابية بسبب الارتياح الأمني، لأنه الارتياح الأمني، الأداء الحكومي، الخدمات، كل هذه المواضيع معطيات. أستاذ نزار، ما يتفضل به الدكتور عمار البهادلي، نتحدث في هذه الجزئية مدى أهمية وجود شركاء في العملية الانتخابية. عندنا منظمات دولية، منظمات مجتمع مدني، وسائل إعلام، يرادنا رفع وعي لأهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات، باعتبار أن حتى الجانب الخدمي هو من مسؤولية هذه المجالس. يعني إحنا بالأرقام من نجي نحلل انتخاباتنا بشكل تنازلي من الانتخابات الأولى إلى آخر انتخابات، نلاحظ انكفاء لشريحة المثقفة عن المساهمة بالانتخابات إلى الانتخابات الأخيرة، وصلت إلى الشريحة المثقفة أو الشريحة اللي تمثل يعني عمود الفقري لخلق رؤية سياسية مهنية تدفع الأمور باتجاه الصحيح. كانت مساهمتها بالانتخابات يعني مخجلة جدا، وهذه تتحدث عنها صناديق الاقتراع، وتشوف المناطق الشعبية، المناطق المسحوقة، نسب المشاركة بها تتصاعد على حساب شريحة المثقف العراقي، وهذا لمسنا بالتراجع بحجم التصويت. هنا نحتاج إلى شركاء فاعلين في حث القوى، النخب العلمية والأكاديمية والمهنية على المساهمة لتصحيح المسار. تعرف جنابك اليوم يعني أي زعيم سياسي يباوع على أصواته منين جاية، ويباوع على مخرجات الصوتية أو الانتخابية هي تكون صانعة القرار. لما تكون المخرجات الانتخابية مع احترامنا لكل شرائح المجتمعية جاية من يعني سلوكيات عشائرية متقوقعة من مناطق يعني تحكمها العاطفة أكثر ما يحكمها يعني النظرة العلمية أو النظرة المهنية، بالنتيجة أكيد المخرجات راح تكون أيضا والقيادة السياسية لهذا الكيان راح تكون صناعة القرار عنده مو بالمستوى اللي يتمناه المواطن العراقي. من تجي للقائمة تلقى الدكتور البروفيسور ما جايب له 500 صوت، وتلقى الشيخ أو الشيخ عشيرة مع احترامنا لشخصهم جايب له 10 أو 15 ألف صوت. بالنتيجة شوف التوجه وين راح يصير، وصناعة القرار بيد من راح تكون. هذه القضية حساسة جدا، نتمنى على شركائنا بالعملية السياسية وخاصة منظمات المجتمع المدني والجهاز الإعلامي أن يأخذ دوره بأن يحث النخب على المساهمة الفاعلة، لأنه ماكو قائمة سياسية ما بها شخصيات مهنية، شخصيات أكاديمية، الكل تطمح لجذب الشخصيات المحترمة في قوائمها،
وبالنتيجة هذه الشخصيات غالبا ما تطلع مفلسة بالانتخابات، والأسباب يعني معروفة أنه عزوف الطبقة المثقفة عن المساهمة بالانتخابات. وعليه فالشركاء مهمين جدا في هذه المرحلة في هذه الانتخابات، سواء على المستوى الرقابي أو على مستوى تحفيز الشارع العراقي وخاصة النخب في المساهمة لتغيير البوصلة، بوصلة تفكير الأحزاب باتجاه يعني صحيح، باتجاه بناء دولة، باتجاه تبني سياسات صحيحة للنهوض بالواقع الخدمي في كل المحافظات. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نزار السلطان، عضو الهيئة العامة لمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ضيفا كريما في الأستوديو، والدكتور عمار البهادلي الخبير في شؤون الانتخابات، ضيفا كريما في الأستوديو، حدثتنا عن أهم هذه المعطيات في المرحلة. نتواصل إياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أهلا مرحبا بك دكتور طارق، وكذلك عبر سكايب السيد هيثم أبو الغزلان أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي ينضم معنا من لبنان. حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور طارق، أسأل حضرتك عن يوم الشلل وما حدث فيه من اتساع لدائرة الاحتجاجات وأيضا تنامي القلق ومما وسع من فرص تآكل الكيان، كيف تنظر إلى هذه المعطيات التي بدأت تتصاعد ولكن كفة الميزان يرتفع الكيان الإسرائيلي بها، ومن يرتفع في كفة الميزان فهو الأخف والأفشل؟ أهلا وسهلا بحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدون الأكارم. في حقيقة الأمر موضوع التحديات التي تواجه إسرائيل في الداخل هي ليست جديدة. نعم. في بداية الأمر كان هناك تصدع وانشقاق واضح ما بين الاتجاهات العلمانية والاتجاهات الدينية، ولكن أعتقد في ظل وجود هذه الحكومة التي صنفت بأنها الأكثر تطرفا حاولت أن تعدل بعض النقاط المهمة المتعلقة ب مشروع إصلاح القضاء وغيرها من النقاط المهمة التي أججت الشارع أكثر، وأعتقد أن هذه التحديات سوف تزداد أكثر، لا سيما وأن التحديات الخارجية قد تؤثر تأثير واضح على التحديات الداخلية في إسرائيل. من أبرز تلك التحديات والتغيرات التي حدثت في الشرق الأوسط والتي أثرت على وجود إسرائيل ومستقبل إسرائيل هو تراجع الهيمنة الأمريكية في ظل وجود الحرب الأوكرانية ووجود بديل للولايات المتحدة الأمريكية في إطار الهيمنة في الشرق الأوسط، لا سيما البديل الروسي أو الصيني أو البديل فيما يتعلق ببعض دول أوروبا. أعتقد صحيح أننا قد نتوقع مشاكل كثيرة في المستقبل في إسرائيل، ولكن هذه التحديات والتقارب، ومن ضمن تلك التحديات التي قد تواجه إسرائيل هو التقارب الروسي الصيني مع إيران، إضافة إلى التقدم التكنولوجي فيما يتعلق بموضوع المسيرات والصواريخ أيضا يمثل تحدي خارجي لإسرائيل. جميع هذه التحديات الخارجية قد تؤثر على التحديات الداخلية، وقد تجعل من موضوع الانقسام والاختلاف والرفض الشعبي في داخل إسرائيل تجاه الحكومة يزداد يوما بعد يوم. نعم. حياك الله مجددا الأستاذ هيثم أبو الغزلان. ونتساءل عن تصاعد التظاهرات والاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، هل أعادت هذه التظاهرات الأزمة الداخلية إلى الواجهة؟ هنا نتحدث عن يعني مدى الانقسام والشرخ الذي يعانيه الاحتلال.
بداية تحية لك أخي الكريم والبيت الكريم. حياك الله وبياك أهلا ومرحبا بحضرتك الكرام. بكل تأكيد الكيان الصهيوني يعاني حالة من الشرخ والانقسام الداخلي، وهذه ليست جديدة، ولكن ما الجديد فيها أن هذا الانقسام أصبح سياسيا ومجتمعيا بشكل كبير. نعم. وبالتالي هذا الانقسام اليوم يتجدد ويكبر، وبالتالي يتسع مدياته داخل المجتمع وداخل الكيان بشكل كبير. يضاف إلى ذلك أن هناك التحديات الكبيرة التي يعاني منها الكيان الصهيوني، وتتعلق أيضا بوجوده ومستقبل هذا الوجود على أرض فلسطين المحتلة. هذه التهديدات اليوم التي بات العدو الصهيوني يشعر بها بشكل حقيقي، منها التهديدات الداخلية التي يعانيها من المقاومة الفلسطينية، وأيضا من الخارج حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة بشكل عام. بكل تأكيد أن التحديات الداخلية أيضا والانقسام وحالة الانقسام المجتمعي والسياسي داخل فلسطين داخل الكيان الصهيوني تتجدد في هذه الأيام، سيما مع إعلان العديد من الاحتياط عدم مشاركتهم في أي أنشطة قادمة، وأيضا دعوة الأطباء في الكيان الصهيوني أو أكثر من 1000 طبيب من الكيان الصهيوني إلى مقاطعة وأيضا هناك التحركات التي ينوي المعارضون لما يسمى بالتحديثات القانونية أو القضائية يسعون إلى تحقيقها وإجرائها يوم الاثنين القادم. هذه الاحتجاجات أيضا أعلن الموالون لحكومة نتنياهو أنهم سيقومون أيضا بحماية وزرائهم وأيضا حماية ما يسعون إلى تحقيقه. هذا يعمق الأزمة الداخلية الإسرائيلية. لما تتعمق الأزمة الداخلية أستاذ هيثم، نعم، ولكن قبالتها أكو إصرار دكتور طارق، إصرار من الحكومة الإسرائيلية اليمينية على تنفيذ الإصلاحات القضائية. هذا الإصرار هل يؤدي إلى تطورات وردود غير متوقعة لتصل لحد نظامها ومكانتها؟ أعتقد إذا ما أصرت حكومة نتنياهو بزعامة حزب الليكود على ضرورة تمرير هذا المشروع، سوف تكون نهاية هذه الحكومة ويتم استبدالها. أعتقد سوف يكون هناك سحب الثقة عنها، باعتبار أن جبهة الرفض لهذا المشروع ووجود هذا المشروع هي واضحة من خلال الاحتجاجات الداخلية. ولكن ما أعتقده أن الحكومة الحالية قد تضطر اضطرارا لسحب هذا المشروع لغرض سحب بساط سخط الشارع، باعتبار أن المشاكل الحالية التي تعاني منها إسرائيل هي كثيرة ومتعددة، والحكومة الحالية أيضا هي حكومة قد تكون هي بحد ذاتها حكومة أزمة، لا سيما وأن جميع دول العالم شخصت أن هذه الحكومة هي حكومة متطرفة فيها شخصيات على مستويات أمنية مهمة واضح، التطرف فيها واضح، لا سيما بن غافير زعيم حزب القوات اليهودية وغيرهم من الشخصيات الأخرى التي تتعامل مع الملف الفلسطيني بطريقة وحشية وبطريقة قاسية. نعم. ولديه توجهات لغرض يعني توجهات معادية للفلسطيني. أعتقد أن إسرائيل بشكل عام بالرغم من مرور 75 عام على وجودها، ولكن يوم بعد يوم بدأت تدرك القائمين على إسرائيل اللي بدأوا يدركون أن القوة وحدها لا تكفي، والقوة بالرغم من وجود القوة العسكرية والتكنولوجيا فيما يتعلق بالجيش وتطور التكنولوجي، ولكن وجود القوة وحده لا يكفي، بل تحتاج أيضا وسائل أخرى لغرض تحقيق أهدافها. وبالتالي بالرغم من وجود هذه يعني القوة العسكرية، ولكن التحديات الموجودة أمام وجود إسرائيل كبيرة وحقيقية وبعضها مصيري، يعني يهدد وجود إسرائيل، باعتبار أن بالرغم من وجود هذه القوة العسكرية لم يتم يعني تهدئة الشارع الفلسطيني، وبقى لغاية الآن الشعب الفلسطيني يطالب بحقوقه. بالرغم من مضي هذا الوقت الكبير لغاية هذه اللحظة الانتفاضات موجودة، صحيح تكون بين فترة وأخرى، ولكن كوجود كفكرة جميع الشعب الفلسطيني حقيقة يريد أن يطالب بحقوقه. صحيح إسرائيل نجحت في محاولة انقسام الصف الفلسطيني الداخلي، وهذه واحدة من يعني السيناريوهات التي اتبعت
في مع القضية الفلسطينية، إضافة إلى سيناريوهات أخرى تتعلق بإبعاد الصراع الحقيقي ما بين المسلمون والصهاينة، يعني ما بين العرب والصهاينة، إلى صراعات أخرى جانبية حاولت أن توظفها إسرائيل. نعم. أستاذ هيثم، لما نتحدث عن هذه الأجزاء فبطبيعة الحال أكو يعني أزمة في السياسة وأزمة نسيج مجتمعي متفكك، تنامي قوة المقاومة في الردع، هذه المحاور أصبحت ساخنة على تل أبيب وثقيلة عليها، ما المخرج الذي تعتقده حضرتك أنه شلون راح تعالج أزمتها؟ طبعا اليوم المقاومة الفلسطينية والمقاومة بشكل عام ضد وجود الاحتلال الصهيوني تشكل عبئا وتحديا استراتيجيا وتهديدا استراتيجيا على وجود الكيان الصهيوني. اليوم عندما نسمع ونرى ونشاهد ما حصل في مخيم جنين، 1200 جندي صهيوني في مقابل بضعة عشرات من المجاهدين والمقاومين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس والمقاومين الآخرين، أيضا هذه الحاضنة الشعبية الموجودة في مخيم جنين التي حوت وضمت المقاومين الفلسطينيين، وما رأيناه من مشاهد العزة والفخر عندما دخل المقاومون أهلنا مخيم جنين بعد خروج وانسحاب القوات الاحتلال وهم يهتفون لكتيبة جنين وللمقاومة، هذا يؤكد على أن المقاومة اليوم باتت تشكل تهديدا لهذا الكيان. علينا كفلسطينيين، علينا كمجاهدين كمقاومين أن نعمق هذه الأزمة سواء من داخل فلسطين أو من خارج فلسطين، لأن وحدة الساحات ووحدة الجبهات هي التي ستكون بإذن الله تعالى عاملا مسرعا في انهيار الكيان الصهيوني. اليوم هذا الكيان بمقابل هذا الكيان يسعى عبر استخدام كل القوة وكل العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وعبر الاستيطان والمزيد من الاستيطان والسيطرة على الضفة المحتلة من أجل حسم الصراع على أرض الواقع من خلال عدم إعطاء الفلسطينيين دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وهذا يشكل خطرا كبيرا. أي أقصد أن حسم الصراع من قبل الكيان الصهيوني يشكل خطرا على الفلسطينيين باعتبار أن هناك العديد، أن الكيان يريد أن يسيطر على أكبر قدر ممكن من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، يعني هو يخطط إلى الترحيل وتنفيذ الترانسفير بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، وهذا أيضا يشكل خطر. إضافة إلى ذلك مسألة التهويد التي تجري على قدم عندي سواء في الضفة المحتلة أو في القدس أو في المسجد الأقصى المبارك، وكلنا يشاهد ويرى عمليات الاقتحامات التي هذا المستوطنون هذا المقاومة، هذه سواء يعني متطرفون أو غيرهم ما قامت به المقاومة وهو ما أدى إلى تخلخل النظام في تل أبيب بالإضافة إلى الأزمة الداخلية. أستاذ هيثم خليني أقاطعك إذا تسمح لي، أذهب إلى الأستاذ الدكتور طارق. دكتور طارق، في احتمالات التهدئة مجددا أو تجميد هذه التعديلات في أن تخفف وطأة الأزمة الداخلية، هل من الممكن أن تحدث أم أن الأمور خرجت عن سيطرة تل أبيب؟ أعتقد أن هناك وقت لغرض يعني محاولة سحب هذا المشروع. هو المشروع باختصار هو يحاول أن يلغي صلاحية القضاة في إبطال بعض القرارات التي تصدر من المسؤولين التنفيذيين أو من قبل البرلمان، وهذا بحد ذاته قد يقيد سلطة القضاء، ولذلك نجد أن الاحتجاجات سوف تكون وتستمر، وعملية الاستمرار بهذا المشروع أعتقد سوف يكون هو سببا رئيسيا للإطاحة بهذه الحكومة والذهاب إلى حكومة أخرى. نعم. بشكل عام الانقسام واضح بين القوى اليمينية والليبرالية دكتور، جدا واضح الانقسام، ولذلك أعتقد أن عملية الاستمرار بهذا الموضوع قد يفتح أزمات أخرى، يعني من ضمنها الأزمات الواضحة في شكل الدولة وشكل النظام السياسي المختلف حوله من قبل الليبراليين الدينيين العلمانيين. حقيقة الانقسام واضح باعتبار أن إسرائيل من الخارج تختلف عن إسرائيل من الداخل، ما يروج لإسرائيل في وسائل الإعلام تجاه العرب أو الدول الأخرى
تختلف عن إسرائيل من الداخل وحقيقة الانقسام والمشاكل التي تعيشها. أعتقد أن إسرائيل بالرغم من محاولتها لفرض الأمر الواقع وجميع المحاولات التي تحاول أن تتعامل معها في إطار فرض الأمر الواقع مع العرب فشل فشلا ذريعا، بالرغم من رفع شعار السلام مقابل الأرض أو السلام مقابل المال، جميع هذه الشعارات فشلت فشلا واضحا. فضلا عن ذلك انتقلت إلى موضوع جديد ألا وهو فكرة التطبيع، وأيضا أعتقد أن التطبيع سوف يفشل باعتبار أنه لا يقوم على أساس إعطاء الحقوق للفلسطينيين، بل يقوم على أساس فرض الأمر الواقع وإعطاء جميع الامتيازات لإسرائيل على حساب الشعب الأعزل. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ضيفا كريما في الأستوديو، والشكر موصول لحضرتك الأستاذ هيثم أبو الغزلان أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي حدثنا عبر سكايب من لبنان. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.